أوصى بنك جي بي مورغان بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، كما توقع جي بي مورغان أن تتراجع معدلات التضخم في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة. أكد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن صفقة الاستثمار السياحي التي وقعتها الحكومة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر. وأضاف التقرير أن صفقة رأس الحكمة ستساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، مما يؤدي إلى تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، وأن التدفق الكبير للعملة الصعبة سيشكل طريقا لمصر في الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 93 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 2.124 من الألف تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18.9 من 10 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل، مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش. شهدت ألمانيا إضرابات في ثلاثة قطاعات مختلفة، حيث توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة الطيران لوفتهانزا عن العمل، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين. وتعد تلك الإضرابات هي الأحدث في موجة التحركات العمالية التي تشهدها ألمانيا، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة إلى فشل عمليات التفاوض بشأن الأجور في أقسام رئيسية من قطاع النقل، من بينها السكك الحديدية والسفر الجوي والمواصلات العامة. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدة لرومانيا بقيمة 3 مليارات يورو لدعم المنشآت التي تنتج الكهرباء من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، لتعزيز التحول نحو اقتصاد صافٍ بعثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء. وذكرت المفوضية أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال الذي اعتمدته المفوضية في مارس من عام 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود. صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع. وذكرت وسائل أعلام أمريكية أنه تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري، وتركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعين بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 من مارس الجاري.
تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لوضع السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد. وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%، وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود يبلغ 1.5%.